القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. توبة سجينة، الحلقة الأولى. ما كان للرباط أن تشذ عن القاعدة، ففيها كما في باقي المدن المغربية العتيقة أسماء عائلية صارت مرادفات لها. كانت عائلة بن فارس من تلك العائلات المتجذرة في الرباط، وكما هو الحال في تلك الأسر فإن أساس اللحمة بين الأفراد التضامن والتضحية حفاظا على الرصيد العائلي المتوارث ماديا كان أو قيما وسلوكا. التماسك الأسري عامل حاسم في النجاح والتغلب على الصعاب. كان الحاج علال بن فارس عميد الأسرة. لما توفي في خريف العام 66 900 خلف 4 بنات وولدين. كان أكبر الولدين عثمان يبلغ من العمر 26 عاما، بينما كان الأصغر واسمه عبد الرحيم طفلا في عامه الخامس. كان عثمان قد أعد ليكون عماد الأسرة بعد رحيل الحاج علال، فمنذ سنوات كان والده يوكل إليه الكثير من المهام ويفضي إليه بأسرار النشاط التجاري لهذه الأسرة الرباطية التي تحظى باحترام وتقدير الجميع. لم يكن عثمان قد تزوج لما رحل والده إلى دار البقاء، وقد قطع على نفسه ألا يتزوج قبل أن يبلغ شقيقه الأصغر سن الرشد ويؤمن له مسارا دراسيا يؤهله لتحمل المسؤولية. ظل عثمان بالحاج علال بن فارس يعمل من أجل تنمية وتطوير الأنشطة التجارية التي خلفها والده. وكما فعل والده وجده من قبل، فقد قام بتصفية الإرث ومنح شقيقاته ما آل إلى كل واحدة منهن من نصيب. كان يقول إن ذلك سيجنبه وسيجنب شقيقه عبد الرحيم كل اصطدام محتمل مع شقيقاته أو مع أزواجهن. وهكذا صار الشقيقان شريكان في التجارة الموروثة. لما بلغ عبد الرحيم 18 من العمر حصل على شهادة البكالوريا. كان تلميذا نجيبا وذا أخلاق، أوليس هو ابن الحاج علال؟ في صيف ذلك العام 79 900 ستشهد عائلة بن فارس حدثين سعيدين. الأول توجه عبد الرحيم الابن الأصغر للحاج علال إلى فرنسا لإتمام دراسته في الاقتصاد، والحدث الثاني ولعله كان الأهم زواج عثمان الابن الأكبر للحاج علال. العائلات العريقة غالبا ما تفضل الزواج من عائلات عريقة مثلها، وكذلك كان الأمر بالنسبة لعثمان بالحاج علال بن فارس. لقد اختيرت له زوجة أم كلثوم، وهي من عائلة بن صالح المعروفة. كانت فتاة حسناء وذات أخلاق رفيعة. بعد أشهر من زواجهما لم تظهر على أم كلثوم علامات الحمل، وبعد أن طال الانتظار أجرى الزوجان الاستشارات الطبية التي يمليها الوضع. تبين أن عثمان مصاب بالعقم. إيمانهما القوي وتسليمهما بما قضى الله وقدر هو الذي جعل تلك الأسرة تؤمن بقاء واستمرارية. كانت أم كلثوم الطيبة الأصيلة تحرص على ألا يحدث ما يعكر صفو الحياة والسعادة التي تغمر بيت آل بن فارس. كانت تعامل شقيق زوجها عبد الرحيم كما تعامل شقيقها الأصغر. تصوروا السعادة التي تغمر هذه الأسرة الطيبة. مرت السنوات سريعة. أنهى عبد الرحيم دراسته في فرنسا وعاد يحمل شهادة عليا في التدبير وتسيير المقاولات. جاء أيضا بأفكار جديدة تغني طريقة اشتغال المقاولات التي يتقاسمها مع شقيقه الأكبر عثمان. كان عثمان في قرارة نفسه منشغلا بالخلف. كان قسط غير قليل من تفكيره يمضي إلى تأمين الخلف بعد أن أيقن الآن أنه يعاني من عقم لا دواء له. ولذلك في العام 94 فاتح شقيقه عبد الرحيم في موضوع الزواج. لم يكن ليمانع، فالعلاقة التي تربطه بشقيقه هي في حكم العلاقة التي تربط الوالد بولده. تولت أم كلثوم زوجة عثمان مهمة اختيار عروس لعبد الرحيم.
اختارت له زكية، وهي فتاة من أسرة رباطية عريقة. لما ظهرت على زكية أعراض الحمل عمت الفرحة، وظلت قائمة على امتداد فترة الحمل. لما وضعت زكية كان المولود ذكرا. كانت أم كلثوم زوجة عثمان تتولى شؤون الأسرة، كانت تسهر على راحة زكية خلال فترة حملها، وهي التي اختارت للمولود الاسم الذي سيحمل. اختارت له اسم علال تيمنا بجده علال بن فارس. وجدت أم كلثوم في المولود الجديد ما عوضها حرمانها من الأمومة. كانت تتولى العناية بالمولود، ولعلها أحيانا من حيث لا تشعر كانت تبالغ في العناية به، وكان ذلك يثير لدى زكية أم علال الصغير نوعا من الغيرة، غيرة لم تلبث أم كلثوم أن أحست بها واستشعرتها. ولذلك ولتفادي كل ما قد يسبب مشاكل أو معاناة ما لدى زكية، قررت أم كلثوم أن تبتعد قليلا، ولكن التعطش إلى الإحساس بالأمومة ظل يساورها ويلح عليها. وها هي ذات ليلة بعد أن خلى لها وجه زوجها تعرض عليه أن يتبنى يا طفلة. لم يكن بمقدور عثمان أن يمانع، بل إنه حبذ الفكرة. هو يعلم أن أم كلثوم لم تحمل منه لأنه عقيم، وأنها مع ذلك فضلت البقاء معه، وهو يعلم قدر شوقها إلى الأمومة. بعد أيام تمكن من الحصول على مولودة كانت قد ولدت قبل أيام في مستشفى الولادة لأم ما لبثت أن فارقت الحياة. سجل عثمان البنت في دفتر الحالة المدنية بعد أن حصل على حكم قضائي يتيح له كفالتها. اختارت أم كلثوم للطفلة اسم بهية، وكان اسم أم عثمان بهية. وبالرغم من أنها صارت أما بالتبني، فإن أم كلثوم لم تقطع صلتها بعلال الصغير نجل عبد الرحيم شقيق عثمان، ظلت تعتني به مع الحرص على عدم إثارة غيرة زكية. ولما نطق الطفلان كلماتهما الأولى ناداياها أمي، كان عبد الرحيم منهمكا في تطوير سبل تدبير المشاريع التي يشاركه فيها أخوه، وكان بصدد تحديث المقاولات التي يمتلكانها مطبقا الأفكار الجديدة التي جاء يحملها من فرنسا. أولى أهمية خاصة لاحترام قانون الشغل، ومتع العمال بالحقوق التي ينص عليها القانون، ومنها الاستفادة من العطل ومن التأمين والحق في التقاعد وما إلى ذلك. وكان عبد الرحيم قد أحدث تناوبا على العطل بينه وشقيقه الأكبر بما يؤمن استمرارية في تدبير الأعمال، وكان قد اتفق على أن يقسم عطلهما السنوية إلى أسبوعين في الصيف وأسبوعين في فصل الربيع. في صيف العام 82 جاء دور عبد الرحيم ليستفيد من العطلة. قرر أن يصحب معه زوجته إلى إفران، وحتى يتسنى لهما الاستمتاع بالعطلة أكثر ما يمكن، قرر أن يترك ولدهما علال في حضن أم كلثوم زوجة عمه. قضى الزوجان الشابان أياما ممتعة في إفران، وتمتع بالطبيعة الخلابة التي توفرها. ولما كان في طريق عودتهما إلى الرباط، وكانت الطريق تغص بالعائدين من إفران، وقعت لهما حادثة سير مأساوية، مات من جرائها. دخلت عائلة بن فارس أياما حزينة. فقد عثمان أخاه الذي كان ساعده الأيمن، وفقد زوجة أخيه، وصار عليه الآن أن يرعى ابن أخيه علال الذي لم يكن قد تجاوز عامه الثاني. لقد وجد علال في زوجة عمه التي يناديها بأمي حضنا حنونا وفر له الدفء الذي يحتاج إليه صغير في مثل عمره. لم يكن يعي أن القدر قد وقع نقطة تحول كبيرة في حياته. ترعرع علال إلى جانب بهية كالأخوين الشقيقين. لم تكن أم كلثوم تفضل أيا منهما على الآخر، وكان عثمان يحرص على تربية ابن أخيه ومكفولته تربية حسنة، وكان شديد الحرص على تعليمهما. وقد أبدى علال تجاوبا وكان محبا للدراسة، بينما كانت بهية ميالة إلى اللعب. مرت السنوات بخطى سريعة. حصل علال على شهادة البكالوريا، ووجهه عمه عثمان
ليتابع الدراسة في الكلية التي انتسب إليها والده من قبل، بينما لم تكن بهية قد حصلت سوى على شهادة الدروس الثانوية، كان عمرها 17 ربيعا. كان علال فيما يظهر فتى نضج قبل الأوان، وكانت بهية مراهقة لعوبا تستهويها المغامرة. قبل سنوات علم علال أن بهية ليست أخته ولا هي بنت عمه، بل هي مكفولته، ومع ذلك فإنه تحاشى أن يغير طريقة تعامله معها. قبل سنوات علم أن والده ووالدته ماتا في حادثة سير. في تلك السن الحرجة بدأت تعيش عائلة بن فارس بوادر مشاكل لم تتوقعها بالحدة التي وقعت بها. الحلقة الثانية. مرت سنوات أربع قضاها علال بن عبد الرحيم بن فارس طالبا في فرنسا، وكما والده فقد تخصص في التجارة وإدارة المقاولات. عاد يحمل دبلوما رفيعا يؤهله ليتبوأ مكان والده الذي غيبه الموت قبل أزيد من 21 عاما. في المطار كانت بهية في انتظاره. خلال السنوات الأربع التي مضت لم يعد علال إلى المغرب. لما غادر إلى تولوز ترك بهية فتاة في بداية مراهقتها، وها هي الآن شابة اكتملت أنوثتها وازدادت جمالا. كانت قد حصلت لتوها على شهادة البكالوريا، وكانت مدللة لا يرفض لها طلب. أفرطت أم كلثوم في تدليلها، في الحقيقة لم يكن ما يحول دون ذلك، فقد نشأت الفتاة في بيت أهله ميسور والحال. فكر علال في الزواج من بهية، هو يعلم أن لا شيء يحول دون ذلك، ولكنه أرجأ أن يفاتحها في الموضوع إلى أن يستقر في مهامه الجديدة. في تلك الفترة وما تلاها كان يكثر من جلب الهدايا إليها، كانت تتقبلها معتبرة أن الشاب إنما يقوم بواجب عائلي. في تلك الأيام بلغ سائق العائلة سن التقاعد، لقد قضى في خدمة عائلة بن فارس زهاء 20 عاما، يتعين الآن تعويضه بسائق آخر. لجأت أم كلثوم إلى إحدى الشركات المتخصصة في توظيف خادمات البيوت والسواق، وتم الاتفاق على تشغيل شاب سائقا كان شابا من أصل صحراوي، لم يضع من شرط سوى أن يستفيد من عطلة أسبوعين أواخر شهر يونيو. لم تعترض أم كلثوم وكان له ذلك. تسلم عمله في يناير من العام 95-900 وألف. لم يكن السائق الشاب واسمه عبد الحفيظ بوجمعاوي متهاونا في عمله، كان مجدا. وبعد أن أخبر السيدة أم كلثوم زوجة عثمان بن فارس بأنه يجيد أعمال البستنة وأنه ابن عائلة فلاحين من الراشدية، أسندت إليه مهمة الاعتناء بالحديقة لقاء علاوة تضاف إلى أجره. كانت أعمال البستنة التي يقوم بها مدخلا لتوطيد علاقاته بالخادمات اللواتي تعملن لدى أسرة بن فارس. وهكذا تطورت علاقته بإحداهن، كانت قد استطاعت أن تختص نفسها بتقديم وجبات الطعام للشاب، وكانت تنتظر أن يأوي كل من في البيت إلى النوم ثم تتسلل هي في بطن الليل إلى غرفة عبد الحفيظ. نتج عن تلك العلاقة حمل لم يتنبه إليه أحد، ولكن الأمر لن يلبث أن يفتضح. رافقت الخادمة ربة البيت إلى الحمام، وقد دأبت على ذلك نهاية كل شهر. هناك فقط لاحظت السيدة أم كلثوم أن الفتاة حامل. لاحقا لما استجوبتها في المنزل علمت منها أنها حامل من السائق عبد الحفيظ. لما واجهتهما أنكر عبد الحفيظ. طردت الخادمة الشابة بعد أن أعطتها بعض المال وأبقت على السائق، هي تعلم أنها أحوج إليه من حاجتها إلى الخادمة. حل آخر يونيو وغادر عبد الحفيظ بوجمعاوي منزل آل بن فارس، ذهب في عطلة. كانت بهية على موعد مع امتحانات السنة الجامعية الأولى، كانت تتابع دراستها في كلية الحقوق. كانت مفاجأة كبرى أن تصادف السائق بوجمعة داخل الحرم الجامعي، كان ضمن مجموعة من الطلبة. تقدم للسلام عليها. لما سألته عن سبب وجوده في الجامعة قال إنه يتابع دراسته في الكلية ذاتها،
في شعبة العلوم الاقتصادية، وإنه مسجل بسنة الأخيرة من الإجازة. فرحت بهية، فرحت أكثر لأن السائق الشاب يدرس الاقتصاد، وهو بالتالي سيستطيع مساعدتها في تلك المادة التي ترهقها. رجته أن يساعدها على فهم بعض الدروس التي استعصت عليها. وافق عبد الحفيظ، وكانت موافقته بابه إلى عالم بهية وحياتها الخاصة. لم يعد مجرد سائق أو بستاني، خاصة وأن المساعدة التي قدمها لبهية مكنتها من الحصول على نقطة عالية. هي الآن ستظل تذكر أن عبد الحفيظ هو ولي نعمتها. لازمها الصيف كله بدعوى إعطائها دروس تقوية في مادة الاقتصاد. بدأت أم كلثوم تشك في طبيعة العلاقة التي تقيمها بهية مع السائق بوجمعاوي، وذات ليلة فاجأتها وهي تحتضنه في فراشها. قررت طرده، ولكن بهية هددت بالرحيل عن البيت إن نفذت أمها ما قررته أو أبلغت والدها. تراجعت أم كلثوم وهي تضمر في قرارة نفسها خطة تخلصها من هذا السائق الذي سرق قلب بهية وذهب بعقلها. كانت بهية قبل حصولها على البكالوريا تريد متابعة دراستها الجامعية في الخارج كما فعل علال. سخرت أم كلثوم علاقات زوجها عثمان وتمكنت من تسجيل بهية في كلية خاصة في باريس. رافقتها قبيل بداية السنة الدراسية للبحث عن سكن يليق بها. ولما كانت أم كلثوم في مطار أورلي في انتظار العودة إلى المغرب، كانت معها بهية رافقتها. رجتها ألا تطرد السائق عبد الحفيظ، رجتها ولكنها ساومتها أيضا. قالت لها إنها ستجتهد في دراستها إن هي لم تطرد عبد الحفيظ، وستتخلى عن كل شيء وتعود إلى الرباط إن طرد عبد الحفيظ. عادت أم كلثوم إلى المغرب، وما أن بدأت الدراسة حتى أعادت بهية ربط الاتصال بعبد الحفيظ. كان يعلم علم اليقين أن الفتاة مجنونة بحبه. أوهمها أنه سيتزوجها بعد أن يحصل على شهادة الدكتوراه ويصبح أستاذا جامعيا. قال لها إن بلوغ ذاك المرام لن يبقي لأسرتها حجة لرفض زواجهما. ألح عليها أن تقنع والديها باستعمال علاقتهما لتمكينه من الحصول على التأشيرة والسفر للدراسة في فرنسا. تجاوبت أم كلثوم، بل تظاهرت بالتجاوب، وتم تقديم طلب الحصول على تأشيرة لعبد الحفيظ، هذا السائق الوقح الذي استحوذ على قلب وعقل بهية. لم يتم تحريك أي تدخل، وكما كان متوقعا تم رفض طلب التأشيرة. ترى أم كلثوم الآن في عبد الحفيظ خطرا داهما يهدد حياة الأسرة. هي تخشى أن ينتهي خبره إلى زوجها عثمان أو إلى علال الذي أبلغها قبل أيام برغبته في الزواج من بهية. لم تكن أم كلثوم قد أسقطت من حساباتها ردة فعل قوية من السائق عبد الحفيظ تكون انتقاما لعدم التحرك بجد لتمكينه من تأشيرة السفر إلى فرنسا. وحدث ما لم تسقطه أم كلثوم من حساباتها، فقد ضغط السائق على بهية لتعود إلى المغرب. أقنعها بأن تبرر عودتها بعدم قدرتها على الاستيقاظ باكرا للالتحاق بالكلية، ناهيك عن القيام بأشياء أخرى من قبيل إعداد الملابس والطعام ورعاية البيت. عادت بهية إلى الرباط، وما أن وطئت قدماها البيت حتى اشترطت على أسرتها أن تسكن خارج البيت إن أرادوها أن تتابع دراستها الجامعية. قالت إنها تريد أن تتذوق حياة الطالبة. وافقت أم كلثوم وجهزت لها شقة في إحدى العمارات التي كان علال قد بناها في حي الرياض. كان قد ملكها إياها ولكنها لم تكن تعلم بالأمر. كان علال وهو يهب بهية تلك العمارة يطمع في استمالة قلبها. لما استقر بها المقام في تلك الشقة، تخلى عبد الحفيظ بوجمعاوي عن عمله لدى عائلة بن فارس، وصار يلازم بهية، يسوق سيارتها ويتصرف في أموالها، بعدما أرغمها على منحه توكيلا للتصرف في حسابها البنكي. كل ذلك كان يحدث في غفلة من عثمان والد بهية بالتبني،
وعلال ابن شقيق عثمان. كان الرجلان منهمكين في تنمية وتطوير أعمالهما، ولما حل الصيف تلقيا دعوة من شركة إيطالية يتعاملان معها لزيارة معامل تلك الشركة. كانت الدعوة موجهة أيضا للسيدة أم كلثوم. أحداث تيفي. سافر الثلاثة ورأى عبد الحفيظ أن الجو قد خلى له ولعشيقته بهية للاستمتاع بالسكن الصيفي لآل بن فارس في شاطئ الرمال الذهبية. تسلم المفاتيح وقال إنه سيباشر تنظيف المنزل الصيفي وإعداده حتى يطيب به المقام. بقيت بهية تنتظر حتى ساعة متأخرة من الليل، لم يأتي عبد الحفيظ. حاولت الاتصال به ولكن هاتفه كان مقفلا. في النهاية آوت إلى فراشها، وقد أقنعت نفسها بأن لغياب عبد الحفيظ ألف عذر مقبول. في الصباح لما كانت على مائدة الفطور رن جرس الباب. فتحت إحدى الخادمات الباب، لم يكن هناك أحد، ولكنها لمحت على العتبة ظرفا كتب عليه بهية. حملته إليها الخادمة، فتحته، كان به قرص مدمج وورقة كتب عليها: أيتها البلهاء، اطلعي على ما يحتويه القرص. نهضت مسرعة وشغلت جهاز قراءة الأقراص. كانت مشاهد صاخبة وصادمة تم تصويرها في الإقامة الصيفية لآل بن فارس، بطلها عبد الحفيظ بوجمعاوي. الحلقة الثالثة. لن تنسى بهية تلك اللحظة التي اكتشفت فيها خيانة عبد الحفيظ. لن تنسى تلك الصور والمشاهد وذاك الصخب الذي كان يعم أرجاء الإقامة الصيفية لآل بن فارس. كان عبد الحفيظ نجم تلك الليلة الحمراء. كان في المنزل رجال ونساء في أوضاع يندى لها الجبين. ثم في النهاية هي لن تنسى تلك الكلمة التي أرفقت بالقرص المدمج: أيتها البلهاء، اطلعي على ما يحتويه القرص. أحست بهية أنها طوال تلك المدة التي انقضت كانت بلهاء. عبد الحفيظ بوجمعاوي السائق الذي كان يقوم أيضا بأعمال البستنة، الشاب الذي كان يكافح من أجل إتمام دراسته والذي أحبته وساومت من أجله الأسرة التي ربتها إلى درجة الابتزاز، ها هو القناع يسقط عن وجهه. كذلك كانت بهية تردد في قرارة نفسها. كان الجرح غائرا وينزف بحدة وغزارة. في ذاك التسجيل المصور الذي لم تعلم بهية من أرسله إليها ولا تريد أن تعلم، تظهر إحداهن ممن كن في الإقامة الصيفية وهي تتحدث إلى عبد الحفيظ. سألته ماذا ستكون ردة فعله إن حضرت بهية واكتشفت الذي يقع. هز عبد الحفيظ كتفيه غير مبال وقال: بهية ليست سوى مصدر للمال. يا للخيانة، الخائن. كانت بهية تحدث نفسها، وفي لحظة ما من حيث لم تدري سمعت صوتا يردد بتهكم وتشفي: أيتها البلهاء، اطلعي على ما يحتويه القرص. تماسكت وعزمت على الرد. قررت أن تلقنه درسا لن ينساه أبدا. قررت أن تجعله يوقن بأنها ليست بالبلادة التي تصورها. كان الوقت ضحا لما جاء عبد الحفيظ. لم يكن يظهر عليه ما يوحي بأنه هو الشخص عينه الذي كان بطل تلك الليلة الماجنة. كانت بهية قد استعادت هدوءها. هي تعلم أن الرد الهادئ يكون أكثر نفاذا وأعمق أثرا. ابتسمت في وجهه وهي تستقبله. ابتسمت له كعادتها. استقبلته بنظرات تنم عن الحب. كانت جفونها الناعسة لا تدع مجالا للشك في تلك النظرات الحالمة. وقع عبد الحفيظ في الشرك. بدأ يحضر الذي سيحتاجان إليه لقضاء 3 أيام في منزل شاطئ الرمال الذهبية، ثم ركب السيارة وانطلق. كان في داخلها مرجل يغلي. كانت تقاوم حتى لا يكتشف غضبها، وكانت تحصي الدقائق والثواني ودقات القلب.
كان الذي يهمها في تلك اللحظات أن يصل بسرعة إلى المنزل حتى تلقنه درسا لن ينساه. لما وصل لاحظت بهية أن عبد الحفيظ قام بإزالة كل أثر للسهرة الماجنة التي نظمها الليلة الفائتة في هذا المنزل. دعته إلى الجلوس على جانب المسبح، دعته وهي تستحضر يوم قال لها إنه لا يعرف السباحة ولا يستطيع دخول البحر منذ أن تعرض لحادث لما كان صبيا، كاد يموت غرقا في النهر القريب من قريته. وضعت بهية اللمسات الأخيرة على سيناريو الانتقام من عبد الحفيظ الخائن، قررت أن تغرقه دون أن تتركه يموت، قررت أن تعمل على مساعدته للخروج من المسبح، كانت تريد أن تردعه حتى لا يخونها ثانية. نزعت ملابسها، كل ملابسها، ثم ألقت بنفسها إلى الماء. كانت تقطع المسبح ذهابا وإيابا، تسبح برشاقة. كان عبد الحفيظ ملتزما مقعده يتابعها. لما أحست أنه صار شارد الذهن خرجت من الماء، ثم أمسكت برجليه وصارت تجره نحو المسبح. في لحظة سقط في الماء، بدأ يهوي إلى القاع. حاولت إخراجه، تمكنت من ذلك بعد جهد كبير. حاولت أن تساعده على التنفس لكنه كان قد مات. جاءت محاولتها متأخرة، مات عبد الحفيظ. صار الآن أمامها جثة هامدة تثقل ضميرها. جلست إلى جانب الجثة تبكي، كانت دموعها غزيرة. هل تبكي فرحا لأنها ثأرت بكرامتها وردت على الخيانة، أم هي تبكي على فراق حبيب لم يعود؟ لم تعلم كم مر من الوقت. قدرت أن الوقت عصرا لما استعادت وعيها. صار يتعين عليها الآن أن تجد وسيلة للتخلص من الجثة. كانت الصور تتزاحم في مخيلتها، كانت تتصور كل الذي سيحدث إن افتضح أمرها. ارتأت بهية أن تتخلص من جثة عبد الحفيظ قبل أن يعود عبد الرحيم بن فارس وزوجته أم كلثوم وابن شقيقه علال من رحلتهم إلى إيطاليا. هي فسحة متاحة لها للتحرك بسرعة ودون إثارة الانتباه. قررت بهية أن تحمل جثة عشيقها في صندوق الأمتعة لسيارتها وتلقي بها في أي مكان. ما كان يهم بهية هو أن تتخلص من الجثة. قالت لنفسها إنه مات غرقا، ولذلك فإن الشاطئ أفضل مكان للتخلص من الجثة. توجهت إلى مصب وادي إكم، ولكنها لاحظت كثرة المارة وأيضا المصطافين. كان المد. عادت إلى منزل الرمال الذهبية. في ذلك المساء ظلت تترصد النشرة الجوية لمعرفة أوقات المد والجزر. علمت أن الجزر موعده الثانية صبحا. كانت جثة عبد الحفيظ في صندوق الأمتعة. تشجعت بهية وخرجت إلى مصب وادي إكم. قربه من الطريق جعلها تستطيع التخلص من الجثة في لحظات. غادرت ولم يرها أحد، كذلك حسبت. عادت إلى منزل الرمال الذهبية وعملت على محو كل أثر يدل على أن عبد الحفيظ مر من هناك، ثم امتطت سيارتها وأخذت وجهة الرباط. دخلت البيت والكل نيام. بعد أيام حل موعد عودة والديها بالتبني وعلال من إيطاليا. في اليوم المعلوم امتطت سيارة والدها بالتبني رفقة سائقه الخاص. كانت الوجهة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كانت مفاجأة لهم، لم يكونوا ينتظرون أن تأتي لاستقبالهم. في الطريق حكوا لها عن أشياء كثيرة رأوها في إيطاليا، تحدثوا لها عما حققوه في مجال الأعمال مع شركائهم الإيطاليين. لاحظت أم كلثوم أن ابنتها بالتبني تبدي اهتماما بعالم المقاولة لم تعهده فيها من قبل، بل إن الأمر جعلها تشك في صدق ما تبديه بهية.
في الآن نفسه كان علال الشاب ابن شقيق عبد الرحيم بن فارس يفكر بجد في أن يفاتح باهية في موضوع الزواج. كان قد تحدث إلى أم كلثوم زوجة عمه التي ربته وكانت له أما، وأبلغها برغبته في الزواج من بهية. لما وصلوا إلى المنزل لم يقوى علال على الانتظار، وهمس في أذن أم كلثوم يذكرها بالموضوع. قال لها إنه يحبذ أن يتم إبرام عقد الزواج مباشرة بعد أن توافق بهية، وأن يقام حفل بسيط لا يدعى إليه إلا الأقربون. ما أن تلقت بهية العرض حتى أعلنت موافقتها. في الحقيقة كانت تتوقع ذلك العرض، بل كانت في تلك اللحظات تتمناه. يومين بعد ذلك كتب عقد الزواج. صار لديها الآن خطيب ينسيها ولو إلى حين أمر الجثة التي تثقل ضميرها. بعد أيام في مصب نهر أبي رقراق تم العثور على جثة ألقى بها البحر. كانت الأسماك قد أتت على العينين كما نالت من بعض الأطراف. كانت الجثة عارية تماما، تلاشت البصمات ولم تعد تظهر عليها أي علامة مميزة. لما نقلت الجثة إلى مستودع الأموات قام الطبيب الشرعي بفحصها وإخضاعها إلى تشريح أثبت أن الرجل صاحب الجثة مات غرقا، ولكنه، وهذا توضيح له قيمة خاصة، غرق في مكان آخر غير البحر، لأن المياه التي تم استخراجها من الرئتين وتحليلها كانت مياها عذبة. كان على المحققين أن يصلوا إلى المكان الذي غرق فيه الرجل، خاصة وأن الجثة تحمل آثارا على مستوى الظهر يرجح أنها ناتجة عن جرها لإلقائها في البحر. تلك المعطيات مجتمعة دفعت المحققين إلى البدء بمحاولة الحصول على معلومات عن صاحب الجثة، ولذلك قام خبراء مسرح الجريمة بإصلاح بعض الأضرار التي لحقت الوجه، ثم وبأمر من النيابة العامة نشرت في أغلب الصحف صورة للرجل، رجل كان من مميزاته أيضا أن قلبه يوجد في الجهة اليمنى من الصدر. خلال الأشهر الثلاثة التي تلت الإعلان لم يهتد المحققون إلى شيء، وفجأة ظهر ما سيتيح كشف الحقيقة. الحلقة الأخيرة. تخلصت بهية من جثة عشيقها عبد الحفيظ بوجمعاوي بأن ألقت بها عند مصب واد إكم، ثم عادت إلى الرباط تحاول أن تعطي حياتها العاطفية منطلقا جديدا. خطبها علال بن فارس، كان قد كبر معا. كانت بهية تحسب أنها تخلصت من عبد الحفيظ، ولكن الجثة التي ألقت بها في مصب واد إكم ركبت التيار ولحقت بها. بعد أيام ظهرت عند مصب نهر أبي رقراق. في مستودع الأموات تبين للطبيب أن الرجل غرق في مكان آخر غير البحر، لأن الماء الذي استخرج من رئتيه لم يكن مالحا، كان عذبا. سعى المحققون إلى البحث عمن ألقى بالجثة في البحر. بعد انتظار دام زهاء 3 أشهر جاء من سيساعد على كشف الحقيقة. أتذكرون الخادمة التي كانت تشتغل في منزل عائلة بن فارس والتي ادعت أنها حملت من السائق عبد الحفيظ بوجمعاوي وطردتها أم كلثوم؟ خرجت تلك المرأة الشابة من وراء ستار النسيان، جاءت تحمل رضيعا وضعته قبل 6 أشهر. قالت لعميد الشرطة الموكول إليه تتبع ملف جثة مصب نهر أبي رقراق إنها كانت تبحث عن عبد الحفيظ بوجمعاوي الذي كانت تربطها به علاقة غرامية لما كان يعملان معا عند عائلة بن فارس، والذي تنكر لها لما ظهر حملها. قالت إنه كان يعدها بالزواج، ولما طردتها ربة البيت أدار لها ظهره ومضى. قالت إنها بحثت عنه في كل مكان، في كل الأمكنة التي كان يترددان عليها عشيقين، ولكنها لم تعثر له على أثر. أضافت قبل أيام صادفت أحد زملائه في كلية الحقوق الذي أخبرني بأنه لم يعد إلى الكلية منذ نهاية السنة الدراسية الأخيرة،
قال إنه رأى صورة رجل يشبهه عثر على جثته غريقا عند مصب نهر أبي رقراق، وإن بلاغ الشرطة أشار إلى أن من بين مميزات الرجل أن قلبه يوجد على الجانب الأيمن من صدره. أبدى العميد اهتماما بما تقوله المرأة الشابة، وللتثبت من صدق ما تدعيه تم إجراء تحليل للحمض النووي للرضيع وعينات من الحمض النووي للجثة. جاءت النتيجة مذهلة، فقد أكدت أن الرضيع هو ابن للرجل صاحب الجثة. في خطوة تالية توجه الباحثون إلى كلية الحقوق، حيث استخرجوا ملف عبد الحفيظ بوجمعاوي، وتم استدعاء والده وهو فلاح من الراشدية. وقد أثبت تحليل الحمض النووي بما لا يدع مجالا للشك أن الجثة لعبد الحفيظ. استمع المحققون إلى زميله في الدراسة الذي أبلغ المرأة الشابة بالصورة التي تم نشرها في الصحف. قال إن عبد الحفيظ كان يقيم في منزل عائلة بن فارس، حيث كان يعمل سائقا. في منزل تلك العائلة الرباطية العريقة بدأ الباحثون بسؤال الخادمات، وقد أبدين تحفظا ومالت أغلبهن إلى التكتم والصمت خشية أن تقوم ربة البيت بطردهن. ولكن إحدى الخادمات نطقت بكل تفاصيل مقام عبد الحفيظ في منزل آل بن فارس، مذ حل به سائقا وبستانيا إلى أن غادره بعد أن اتخذ من بهية عشيقة وخليلة. ورد ذكر بهية بن فارس، ولذلك تم استدعاؤها إلى مفوضية الشرطة لاستنطاقها. لما حضرت بدأت بإنكار كل علاقة لها بعبد الحفيظ بوجمعاوي، غير أن العميد فاجأها بالمعلومات الوافية التي تمكن الباحثون من الحصول عليها حول علاقتها بصاحب جثة مصب أبي رقراق عبد الحفيظ بوجمعاوي. ففي خطوة استباقية حصل على إذن من السلطات القضائية، وتمكن من الاطلاع على اتصالاتها الهاتفية وعلى حسابها البنكي، كما تمكن من تفتيش شقتها في حي الرياض. صار الباحثون يعرفون كل شيء. سرعان ما انهارت بهية وتهاوت دفاعاتها وانتقلت إلى الاعتراف. اعترفت بأنها كانت على علاقة غرامية بعبد الحفيظ. ذكرت بدايات تلك العلاقة وكيف تطورت، وكيف صار عبد الحفيظ هو المحور الذي تدور حوله حياتها. أتت بهية على ذكر قصة القرص المدمج وما تضمنه. اعترفت أنها سعت إلى الانتقام منه، ولكنها لم تكن تريد قتله. ولما سألها المحققون عن مآل القرص المدمج، قالت إنها وضعته في كيس بلاستيكي مع ملابس عبد الحفيظ، وأثقلت الكيس بحجر ثم ألقت به في البحر عند مصب واد إيكم. لاحقا انتقل الباحثون إلى هناك، وتمكن رجال ضفادع من الوقاية المدنية من العثور على الكيس. تم استخراج القرص المدمج، كان في حالة جيدة وباح بالمشاهد التي كان يحتوي عليها. خلص العميد إلى أن بهية بن فارس تعمدت إغراق عبد الحفيظ بوجمعاوي، وقامت بما قامت به بسبق إصرار، وتمت إحالتها على الوكيل العام للملك. حظي الموضوع بتغطية إعلامية محلية مكثفة، فالأمر يتعلق بكشف سر جثة مصب نهر أبي رقراق، ثم إن بعض العناوين ركزت على عائلة بن فارس التي تنتمي إليها تلك التي أغرقت عبد الحفيظ. اعتبرت عائلة بن فارس أن بهية شوهت سمعة العائلة، وهو ما دفع بعميدها عثمان إلى إصدار بيان يتبرأ فيه من بهية، ويعلن أن الفتاة ليست من صلبه، وإنما تبناها وتكفل بها من باب الإحسان. كان البيان سيفا صارما قطع كل علاقة لبهية بعائلة بن فارس. صارت بهية الآن وحيدة، كما تركتها والدتها التي توفيت بعيد وضعها. دامت محاكمتها يومين، وتابعها جمهور كبير، وقضت عليها المحكمة بالسجن 20 عاما. أودعت السجن. حياة الرغد والدلال التي عاشتها في بيت آل بن فارس
صارت ذكريات بقيت خارج أسوار السجن. اقتيدت إلى الزنزانة، فكرت في وضع حد لحياتها، قررت أن تضرب عن الطعام، أحجمت عن الأكل بضعة أيام. كانت معها امرأة في الزنزانة، كانت امرأة متدينة ومجربة، تقربت إليها وتمكنت بعد أيام من أن تكسب ثقتها. صارت المرأة مستودع أسرار بهية تفضي إليها بكل شيء. أقنعتها بأن تستطيع أن تجعل من الزنزانة منطلقا جديدا لحياتها. لما غادرت المرأة المتدينة السجن لم تقطع صلتها ببهية. كانت المرأة ناشطة في إحدى الجمعيات، وقد أقنعتها باستئناف الدراسة الجامعية. تغيرت حياة بهية وانقلبت رأسا على عقب. بهية الشابة الماجنة اللعوب صارت الآن ملتزمة بالعبادات، وجدت في الدراسة مجالا خصبا لبناء الذات، أبدت تفوقا. كانت تعاني من افتقادها إلى هويتها الحقيقية، أفضت بما تجد إلى صديقتها. وفي الجمعية تجندت ناشطات وقمنا ببحث أفضى إلى اكتشاف حقائق عائلة بهية. علموا أن أمها توفيت بعد أن وضعتها، كانت تسمى عائشة بنت أحمد، وعلموا أن والدها الذي مات قبل بضعة أعوام اسمه عمر الوردي. تبين أن لها 10 إخوة وأخوات. أصرت بهية على أن تحمل هويتها الحقيقية، وصارت بعد إجراءات إدارية وقضائية صارت تسمى بهية الوردي. بهذا الاسم بعد سنوات من المثابرة ناقشت أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه. لم تنس بهية عائلة بن فارس التي آوتها وأطعمتها ووفرت لها أسباب العيش الرغيد. في غمرة تحولها وفي ركاب توبتها راسلت عائلة بن فارس، طلبت الصفح واعتذرت عما ألحقته بتلك العائلة المحترمة من سوء بطيشها. يوم ناقشت أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه كان حاضرا والدها بالتبني عثمان بن فارس وزوجته أم كلثوم، كان حاضرا أيضا علال خطيبها. لم تكن بهية تعلم في ذلك اليوم أن مساعي قامت بها الجمعية التي ساندتها قد أثمرت قرارا بتمتيعها بالسراح المشروط. لم تكن بهية تظن يومها أن علال بن فارس ما زال يحبها. لما تقدم لتهنئتها بالحصول على الدكتوراه في العلوم الشرعية قال لها إنه لم يطلقها ولم ينسها. وبينما هما يتهامسان ارتفع صوت مدير السجن معلنا أن قرار تمتيع السجينة بهية بسراح المشروط سيصير نافذا ما أن توقع عليه.